في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق 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 الطريق. أم الدنيا اللي بتجمعنا، مصر اللي وجعها بيوجعنا، اللي ناسمها يرد الروح، اتخنقت ما بقتش تسعنا. أم الناس اللي بتسرقها، رب الناس كبرت حرقها، صبرة وبتدور على طوق تربي من اللي مغرقها. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى اهلا بكل مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج ام الدنيا. كل سنه وحضراتكم طيبين. الذكرى رقم 6 لمرور 6 سنوات على 25 يناير، ان شاء الله هنحتفل بيها بكره في مصر. الاجواء ان هي في تامينات كبيره جدا على كل المنشات الحيويه، هناك ما زالت تأمينات مستمرة على المناطق اللي ممكن ان هو يتسلل ليها الإرهابيين زي الكنائس مثلا. ايضا لا يوجد تجمعات يوم 25 يناير، مفيش احتفالات في اي من الميادين، والميادين متأمنة على اعلى مستوى، ودريم بارك عاملة رحلة برضو او عاملة يعني اوفر بكرة تاني، لان احنا عملوه يوم 11/11 ساعة ما كانت دعت لي بعض المنظمات الإرهابية، قالت إن احنا ننزل 11/11 علشان نمشي الرئيس، عملت عرض ساعتها، وبكرة برضو بتعمل عرض تاني إن هو تذكرة وعليها تذكرة هدية، فاللي حابب يروح دريم بارك يفسح الأولاد أو أي حاجة. كل سنة وانتم طيبين. الذكرى 40 لأولادنا شهداء البطرسية، وبحب في المناسبات اللي زي دي أقول كل سنة وانتم طيبين، لأن احنا بنشهد لفرح سماوي وعرس سماوي وانتقال 28 شهيد شهيدة، يعني أغلبيتهم من السيدات والفتيات، إلى السماء، وده كان يوم 23 الشهر الجاري. كل سنة وحضراتكم طيبين. ما زلنا نتحدث عن قضية سيدة الكرم، وطبعا احنا حضراتكم ذعنا ليها لقاء كان مهم جدا الأسبوع الماضي، والنهاردة هتكون إن شاء الله معانا في مداخلة تليفونية. وسيدة الكرم هاشتاج بيتصدر المواقع الإلكترونية من أجل إن هي ما زالت يعني الأم سعاد ثابت متعرية علشان الحكم الخاص بالقضاء المصري الذي تم من خلاله حفظ القضية، وهي حفظ قضية سيدة الكرم اللي احنا كنا بالنادي، وكانت يعني حديث كل الوسائل الإعلامية خلال الفترة اللي حصلت فيها أحداث العور، وما ذلك تم حفظ القضية مع العلم إن هناك شهود إثبات على الواقعة بأن تم تعرية سيدة الكرم. معنا فيديو خاص بيها، أفكركم بيه، الفيديو الخاص بالعمدة إن هو أقر
وان هو قال ان السيده تم تعريتها، وان هو كان هناك يعني امور مبالغ فيها من قبل المعتدين والمتطرفين نتيجه لاشاعه تم اشاعتها في البلد في هذه الفتره. نشوف العمده، واعتقد المفروض ان الفيديوهات دي يتم الاستشهاد بها في القضاء المصري او من خلال النيابه، لكن لم يعتد بهذه الشهادات وتم حفظ قضيه سيده الكرم. نشوف مع حضراتكم او هفكركم بالفيديو الخاص بالعمده الخاص بقريه العور وهو بيعترف بان تم تعريه سيده الكرم. القرية اللي حصل فيها هذا الحادث، محاسب عمر راغب، ايه اللي حصل يا سيادة العمدة؟ اللي حصل يا فندم من اهل زوج الفتاة اللي هي المسلمة دي تعدوا على منزل عبد عطية وقاموا بحرقه، وللأسف بلغوا في الانتقام، لان اللي حصل نتيجه كانت في اشاعه طلعت ان اشرف عبده على علاقه بواحده مسلمه وحبوا ينتقموا منه او من اهله، راحوا البيت ما لقوهوش فحرقوا البيت، وللاسف بلغوا برضه في الانتقام. انا بحب يعني اكررها مرتين ان هم بلغوا في الانتقام، وللاسف هي يعني ايه تجيلة على لساني وانا بقولها، هم فعلا عروها. بس الشهود بيقولوا ان هي تم تجريبها لدرجه ان برضه في بيت واحده مسلمه هي اللي غطيتها. ايوه فعلا يا فندم، بيت الجيران اللي قصادهم بيت مسلمين بتاع الاستاذ مجاهد صلاح، هو ووالدته. الاستاذ مجاهد صلاح جلع الجلابيه بتاعته وعرى نفسه وغطاها وسطرها ودخلها جوه بيته هو ووالدته وحماها من الناس دي. بعديها بعد الحادثه دي بحوالي ربع ساعه او ثلث ساعه بالكثير جت قوات الامن من المركز والمطافي وطفوا البيت والحمد لله. طب هي قبل الحريقه يا فندم والتعريه دي الحكايه من اسبوع، قبلها باسبوع حسب ما سمعت، ما حدش يعني ما توصلش لذهنك او لذهن الكبار في البلد ان ممكن نوقد الفتنه قبل حدوثها في مهدها؟ لا 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 خالص، الموضوع ما حصل في لحظه. ما كانش فيه يعني بوادر ولا كلام ولا تلميحات ولا اي حاجه خالص، الموضوع حصل في يوم في ساعه واحده. هاشتاج يتصدر المواقع الالكترونيه لمسانده السيده سعاد ثابت وجمع مليون توقيع لمسانده هذه المراه التي تم تعريتها، والقضاء للمره الثانيه اقر بتعريه السيده سعاد ثابت. الحفظ الملف في القضية يعني تعرية القانون وتعرية الحكومة وتعرية الرئاسة وكل حاجة، لأن احنا كنا عايزين ناخد وقفة حقيقية تجاه هذه السيدة، واحنا طبعا شفنا لقاءات ليها في أغلبية الفضائيات المصرية خلال الفترة اللي فاتت، وإن هي يعني مسامحة من جواها ولكن القانون لم يتخذ مجراه الطبيعي. كنا ننتظر وقفة مصرية من السيدات المصرية اللي هم ليهم يعني نائبات مصر المحترمات، المجلس القومي للمرأة، ما حدش عمل أي وقفة احتجاجية نتيجة لهذا القرار المحكمة اللي خدته قرار النيابة. ما حدش عمل وقفة صارمة، يعني هم بس بعض النشطاء الأقباط أو بعض الصحفيين الأقباط هم اللي بيحاولوا يمشوا القضية مرة تانية، والسادة الأفاضل هيئة الدفاع على رأسهم السيد سامح عاشور نقيب المحامين كان أو هيتقدم لفتح باب الملف مرة تانية، ويا رب يجيب نتيجة، لأن كانت المحكمة أقرت أو النيابة أقرت حفظ القضية نتيجة لتضارب الأقوال، ودي نقطة مهمة جدا، لأن هم اعتمدوا على تضارب الأقوال في هذه القضية ولم يعتدوا ببعض الأقاويل، لأن السيدة المسلمة اللي غطت الست سعاد اعترفت وقالت إن هي كانت متعرية، واعترفت إن هي سترتها وخدتها عندها البيت وطلعتها فوق علشان ما حدش يشوفها أو ما حدش يكمل اعتداء عليها. فكنا ننتظر أشياء كثيرة تجاه سيدة الكرم ولكن للأسف لم يحدث. طبعا السيد القمني الرجل المحترم المصري صاحب الفكر التنويري المعتدل بيتحدث عن سيدة الكرم ويقول أركع تحت قدميك أغسلهما. لما قامة كبيرة
زي سيد القمني تتحدث يبقى القرار النيابة مش عاجب حد. ده فعلا قرار النيابة مش عاجب على حد، وان احنا بنحاول نفتح تاني خط سير القضية، ولكن يعني يا رب يتم قبول الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع المصرية. يقال ان هناك 30 عامل قبطي محجوز من قبل الدواعش في ليبيا. ليبيا قلنا وما زلنا نتحدث عن الوضع في ليبيا، ليبيا بلا حكومة، ليبيا بلا رئيس، ليبيا تتوغلها القوات المسلحة مش المصرية، القوات اللي هي المسلحين أو الإرهابيين اللي موجودين في ليبيا اللي هم سيطروا على جزء معين أو جزء كبير من ليبيا. طبعا احنا مالناش دعوة بالجزء اللي فيه حفتر وان هو بيحاول جاهدا يسعى لإصلاح الوضع في ليبيا، ولكن ليبيا في جزء فيها اسمه سرت موغل أو يتوغلوا الدواعش. فهناك 30 عامل قبطي محجوزين من قبل الدواعش الليبية موجودين هناك وما نعرفش عنهم أي أخبار. طبعا المفروض وزارة الخارجية بناء على هذا الخبر يتحركوا، زي ما قدرنا نرجع قبل كده 21 تقريبا 21 عامل، مش هنقول مسلم، لكن 21 عامل قدروا يرجعوا من خلال القوات والصقور المصرية اللي سافرت وقدرت تدك معاقل الإرهابيين في عقر دارهم وقدرنا نرجعهم، وكان الرئيس في استقبالهم في مطار القاهرة. ممكن نقدر نرجع دول لأن احنا عندنا 30 عامل قبطي دلوقتي محجوز من قبل الدواعش الليبية. سرت ما فيهاش أمان يا جماعة، أنا عارفة الوضع في ليبيا سيء جدا، أنا عارفة أن في ناس من ضيق الحال في مصر بيضطروا يسافروا مرة تانية إلى ليبيا علشان ما فيش بس خلونا نتحدث الأول مع الزميل الصحفي المتميز نادر شكري. مساء الخير أستاذ نادر. مساء النور يا فندم، أهلا بيكي. طبعا ما حدث لسيدة الكرم من حفظ القضية يجعلنا أو جعلنا كلنا يعني كمسيحيين ومسلمين ننتفض لما حدث. إيه رأي حضرتك في حفظ القضية أستاذ نادر؟ حفظ القضية يعني جاء صادم كل أطراف المجتمع في قضية هزت الرأي العام بالكامل، وخرج رئيس الجمهورية ليقدم اعتذار. هذه القضية هي إهانة كبيرة ليس لسيدة قبطية بل لسيدة مصرية، هي رمز للمرأة المصرية بشكل عام، أن يتم التخلي عن قيم وثوابت جميعا تعلمنا وتربينا عليها داخل مصر وبالتحديد في صعيد مصر وداخل قرية مصرية، أن يتم تجريد السيدة سعاد ثابت من ملابسها من قبل بعتبرهم ذئاب من قبل بعض المعتدين من داخل القرية. لكن الحفظ جاء غير مفهوم وغير معلوم الأسباب، ولكن حفظ القضية هو طريق المساومة لقتل القضية بشكل عام عن طريق الاستمرار في قضية ابنها أشرف المتهم بإقامة علاقة مع زوجة المتهم الرئيسي نظير إسحاق أحمد، وذلك تم تحديد جلسة سريعة لأشرف في حين أن المتهمين 25 بحرق منازل الأقباط اللي تم إحالتهم للجنايات من شهر أكتوبر الماضي حتى الآن لم يتم تحديد جلسة ليهم، والمفهوم من القضية هو محاولة الضغط على الأضباط للمساومة والتصالح مقابل التنازل على قضية أشرف، مقابل التنازل أيضا على الأضباط على قضية حرق المنازل وقضية سيدة القرم. أعتقد أن قضية سيدة القرم هي يعني بعتبرها مفصل رئيسي في قضايا الاعتداءات الطائفية اللي بتحصل عندما ينتفض مجتمع من أجل تعرية السيدة سعاد ويتم حفظ القضية في النهاية، فكأنه رسالة واضحة لجميع الأقباط أنه ليس لكم حق وأنه بعد كده من الأفضل أنكم تقعدوا وتتصالحوا في جلسة عرفية بعيدا عن القانون، لأن كل الأمال وكل التوقعات كانت تعلم جيدا أن هذه القضية بالتحديد لن يكون لها أي ثغرة سوى محاكمة المتهمين الأساسيين.
نادر، كان ليك اكتر من لقاء مع سيدة الكرم، يعني يمكن احنا ما شفناهاش مباشرة، لكن انت كان ليك اكتر من لقاء مع سيدة الكرم ومع اهالي قرية العر بصفة خاصة، من وجودك معاهم يعني حسيت ايه؟ يعني الناس دي فعلا لا، وكمان الجديد في الموضوع ان هم طالبين تعويض 1,000,000 جنيه، يعني كان ليك لقاء حلو جدا زعنا منه جزء الحلقه اللي فاتت، الناس في بيوت بسيطه جدا وناس خايفه كمان ترجع بلدها من الاعتداءات المستمره عليهم خاصه بعد حفظ القضيه، شايف ده ازاي؟ الحقيقه سيده الكرم والاقباط الكرم بالتحديد، كل اقدر اقول ان هم كانهم داخل سجن محاطين بالالم والقيود والتهديد المباشر، والدليل على كده انه رغم اعمار منزل السيده سعاد من قبل القوات المسلحه، لكن هي مش قادره ترجع الى قريتها نتيجه وصمه العار طبعا اللي هم يعني عرضوها، وايضا التهديد المستمر من الاطراف المتشردين هناك من اجل اجبارهم على التنازل في اتهام 25 شخص لتحويله الجنايات. ايضا كل ما اشعر به من الم مع هؤلاء الاقباط انه عندما وقعت الاحداث يعني تسارع جميع الاطراف واسرعوا من منظمات ومن اعضاء مجلس نواب ومن جهات دينيه ومن جهات مؤسسات حقوقيه لمسانده السيده سعاد والاعتذار لها والوقوف بجوارها، ولكن الحقيقه ان احنا اكتشفنا ان كل ده كان مجرد يعني بخار قليل واضمحل، انه ما فيش اي مسانده او دعم لحق الست سعاد، ومش شايف اي رد فعل من كل الناس اللي كانت بتدين وتشجب وتتكلم على الاخلاق والقيم ورفض تعريه السيده. ده كان الشيء المؤلم والمحزن، ويمكن اللي احزن الست سعاد بشكل كبير ان توفين يعني كل اللي جيتوا وبصوا على راسها النهارده مش سامعين اي صوت ليكم علشان تساندوا الست حوالين محاوله التعتيم ومحاوله طمس الحقائق وطمس حقيقه هذه الست. ده يخلينا نسال يا نادر، موقف اعضاء مجلس الشعب والمجلس القومي للمراه ماذا فعل بعد حفظ قضيه السيده سعاد؟ ما فيش اي حاجه صح؟ لا يوجد اي رد فعل نهائي من جميع اعضاء مجلس الشعب، حتى للأسف أنا لم أسمع أي رد فعل أو تصريح من النواب اللي هم راحوا علشان يلتفوا حوالين السيدة سعاد وراحوا يدعموا السيدة سعاد ويدعموا نيافة الأنبا مكاريوس في وقت الأزمة. كل الأصوات للأسف يعني وكأنها لم تكن تسمع شيء عن حفظ القضية طبعا. لكن كالعادة يعني السيدة سعاد لا تجد سوى أن ترفع عينيها إلى السماء وتقول انه ربنا هو اللي هيجيب حقها، ويعني كل المحاولات القادمه هي محاوله في ان احنا نحاول اعاده فتح القضيه مره ثانيه. هاشتاج بيتصدر المواقع الالكترونيه وتقريبا بتجمعوا توقعات لمليون فرد ان احنا نفتح باب القضيه مره ثانيه صح؟ الحقيقه يعني في ناس اطلقت حمله توقعات بالفعل، وفي هاشتاج يعني حقق آلاف ضخمة من انتشاره لسه أمنا في القرم عريانة في محاولة لإيصال صوت السيدة سعاد والأباط إلى كافة الجهات المعنية وإلى السيد الرئيس اللي طالب وأكد على حقها، إنه هناك صرخة صوت صارخ في القرم محتاج اللي يسمعه، محتاج اللي يرد الحق لهذه السيدة، وأنه يتم إعادة فتح القضية. وأعتقد دي يعني قضية السيدة سعاد يعني بتطفو مرة ثانية على السطح من أجل يعني رد الحق وإعادة الفتح مرة ثانية، وده اللي احنا منتظرينه بعد التظلم اللي تقدم للنائب العام أن ينظر إلى الأدلة الجديدة من خلال الفيديوهات اللي حوزتنا باعترافات عنف القرية واعترافات جارتها عنايات انها سطرتها، وانها بالفعل السيدة سعاد تعرت، وانها تم سطرها داخل منزلها وتهريبها من يد المعتدين. هل تضارب الاقوال هو اللي ادى لحفظ القضيه يا نادر؟ نعم، تضارب الاقوال اللي ان الشهود تضاربت الاقوال بتاعتهم.
القضيه يعني دي غريبه في منتهى اللي احنا مش قادرين نفهمه، لان مش موضوع تضارب الاقوال، لكن هو بيقول لك لعدم كفايه الادله، بمعنى يعني ما فيش شهود. طيب انا يعني هو بالتاكيد اللي مش اللي يعني ما فيش حد هيروح يشهد من الناس اللي كانت بتعري، ولا الناس اللي كانت بتحرق، ولا الناس اللي كانت واقفه تتفرج وشايفه، واولادها هم اصلا متهمين في القضيه، والاقباط ما حدش موجود منهم لانهم كانوا بيدافعوا عن بيتهم او كانوا بيحتموا داخل منازلهم. فبالتالي فكره رغم ان تحريات الامن الوطني اللي قدمت للنيابه اثبتت صحه الواقع. واذا كنا بنتكلم على تضارب الاقوال او عدم كفايه الادله، فبالاحرى ان قضيه اشرف ابنها كانت تعامل بنفس يعني نفس الشكل، انه قضيه اشرف هي مجرد شائعه، لا توجد اي ادله ولا يوجد اي شهود في هذه القضيه، ورغم ذلك تم احاله قضيه اشرف للمحاكمه اللي اتنظرت النهارده وتاجلت ليوم 28 فبراير المقبل. فبالتالي القضيه هي قضيه انا بعتبرها يعني. طب هو اشرف متهم بايه يا نادر؟ اشرف اصلا متهم بايه؟ هناك اتهام من زوج السيده نجوى اللي هو نظير اسحاق احمد بيتهم اشرف باقامه علاقه غير شرعيه مع زوجته، اللي هو بنى عليها اساس فكره الاحداث اللي حصلت، رغم ان نظير اسحاق احمد كان طلق مراته قبل الاحداث باربع ايام، وده في حد ذاته يسقط حقه في ان يقوم بهذا الامر. لكن وفي النهايه القضيه اتعملت في محاوله للدفاع او لفكره التوازن انه يستخدمها لاجبار الاقباط على التصالح في القضايا حرق المنازل اللي هو ايضا برضه متهم فيها غير قضيه الشعاريه. فبالتالي ما يحدث الان انه ما فيش اي ادله نهائي او شهود حتى في قضيه اشرف. يمكن زوجة نظير اسحاق كانت قدمت البلاغ قبل الاحداث بتتهم جوزها بالتشهير بيها، غير انه اشرف نفسه راح لمركز الشرطه قبل الاحداث باربع ايام واكد لهم ان هناك شائعات تردد في القريه وانه على استعداد للمحاسبه اذا ثبت خطاه، ووقتها رئيس المباحث طلب منه ان هو يترك القريه لحين هدوء الاوضاع. فاذا هي محاوله تصفيه حسابات ومحاوله تبرير للهجوم استخدمها المحامي المتهمين علشان يقدر يمثل عمليه ضغط على الاقباط وعلى الاسره للتصالح اللي هو مستمر طوال الوقت عليهم لاجبارهم على التصالح يعني. طبعا نادر انا هتابع معاك هذه القضيه. واخبار سميره شكري، عندك فكره عن سميره شكري اللي هربت او يقال ان هي اتخطفت من صملوط؟ الحقيقه انه مفيش اي اخبار، لكن الجثه اللي وجدت في شبرا الخيمه بتحليل الدي ان ايه ثبت ان يعني مش هي سميره، مش هي يعني دي شخصيه ثانيه، او وجدوا الجثه شخصيه اخرى. لكن حتى الان ما زالت يعني الامن بيجري عمليه البحث لكشف غموض اختفائها، وهناك يعني متابعه مستمره، لكن حتى الان لا توجد اي اخبار عن مصيرها يعني. بشكرك جدا يا نادر الصحفي المتميز بجريدة وطني، بشكرك جدا زميل نادر شكري. وزي ما شفنا يعني في معلومات حلوة جدا قالها لنا نادر، يعني أشرف اللي هو المسيحي أصلا المتهم بإقامة علاقة غير شرعية اتحول الملف بتاعه أو اتأجلت نظر الدعوة الخاصة به اللي أقامها نظير إسحاق ده المسلم على فكرة اللي هو زوج السيدة، قال إن قضيته متحولة ليوم 28 فبراير. إذن في قضية لأشرف اللي هو المسيحي المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع السيدة المسلمة، يعني بقى فيه قضية. والقضية الأساسية اللي احنا بنبحث فيها واللي هي أكيد أن يجب فيها الحكم على نظير إسحاق وكل من اعتدى على المرأة المسيحية أو سيدة الكرم سعاد ثابت، ما بقاش في قضيه. لكن القضيه الاساسيه دلوقتي قضيه اشرف المسيحي اللي تؤجلت ليوم 28 فبراير، يعني في قضيه لسه بينظر ليها والقضيه الاساسيه لم ينظر فيها وخلاص شبه اتقفلت، واعتقد مش هيسمح لفتح الملف
الخاص بيها مرة أخرى. طيب سميرة شكري، سميرة شكري يقال ان هي اتخطفت من صملوط، وطبعا احنا عارفين ان صملوط دي ليها الجانب الاكبر من الاعتداءات الطائفية ومن عمليات الخطف. دي سميرة شكري ربة منزل 27 سنة، عندها 3 اولاد، في بنت رضيعة تقريبا عندها سنة وشهرين. تغيبت من يوم 18 نوفمبر الماضي، خرجت من المنزل علشان تسحب فلوس من البنك علشان تشتري مستلزمات العيد اللي هو كان في يناير، وحتى لغاية دلوقتي مفيش أي أخبار. جات لهم يعني مراسلات إن هي سميرة شكري تم إشهار إسلامها، فالأسرة حاولت تبحث في هذا الأمر، ذهبت إلى مشيخة الأزهر لتستعلم بإني هل تم إدراك سميرة فعلا أو تم إشهار إسلام سميرة من قبل مؤسسة الأزهر، لأن ده الأمور دي بتكون مقيدة في مؤسسة الأزهر. لم تفيد مؤسسة الأزهر الأسرة بإذا كانت سميرة أشهرت إسلامها ولا لأ، وإن كان في دعوة مقدمة من المحامي الخاص بسميرة اللي هو مسلم إن هي رفعت قضية طلاق على زوجها ومحاولة منها بضم أولادها ليها، وإن هي كمان عايزة كمان الشقة يعني. طبعا الأسرة بتستغيث بالرئيس، وانه يقال ايضا ان هناك جثه لقيوها في الترعه الخاصه في شبرا، شبرا الخيمه، وان هي كان يشتبه ان هي جثه سميره، ولكن نادر شكري اكد لنا ان المعلومه دي خاطئه، مش هي جثه سميره شكري، ولكن ما زال البحث مستمرا عن الحاله اللي اسمها سميره شكري. في ناس كانت بتقول يا جماعه مشيخه الازهر بتفيد او بتقول لك هل الفتاه أسلمت أو لم يتم إشهار إسلامها، هي طبعا بالغة ناضجة 27 سنة، مشيخة الأزهر مش هتنكر لو في حد راح أشهر إسلامه علشان الأسرة تهدى وتعرف، فمشيخة الأزهر لم تفيد بإخطار الأسرة هل أسلمت سميرة من عدمه. طيب أهالي قرية البداري، البداري دي يعني مركز صغير كده في محافظة أسيوط، بتستغيث لان كل عام بيكون في توضيبات في احد الاديره، دير الانبا هرمينا السائح قريب جدا من هناك، فالدير ده قريب جدا من المقابر الخاصه بالاقباط، فالاهالي كل ما تحصل عمليه ترميم في هذه المنطقه او في هذا الدير، دير الانبا هرمينا، بيتم نبش الاماكن اللي موجوده فيها المقابر، والناس بتروح او الناس بتروح تزور اهلها اللي هم مدفونين هناك، بيلاقوا الرفات بتاعتهم والعظام بتاعتهم بره المقابر. فوزارة الآثار شاكرة أو وزارة يعني اللي مسؤولة عن عمليات الحفر والتنقيب أو ترميم الدير المفروض تبعد تماما عن المقابر، لأن دي حرمة ما ينفعش نقرب لها، المقابر دي بالنسبة لنا حرمة ما ينفعش حد يقرب لها، حتى لو بيتم ترميم داخل الأجرة، انت بترمم داخل الدير ايه اللي موديك عند المقابر؟ طيب برضو كل سنة بيحصل فيها ترميم بيتم الاعتداء على المقابر الخاصة بالأقباط في منطقة البداري محافظة أسيوط. طيب أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك، طبعا احنا سمعنا المقولة دي كتير جدا، واللي بيتدعم هذه الحركة اسمها حركة الزميل سامح، اخويا المسلم اني بحبك، اعتبرها بعض رجال الامن ان هي نوع من انواع التبشير، يعني لما مجموعة مسيحيين يقفوا ويقول لك يا جماعة والمسكين يفط ويكتبين الجملة دي ويوزعوا مش عارفة ايه في رمضان وعلى الفطار وعلى السحور، كلام كتير بيحصل. طبعا اتقبض على 2 شباب زي الورد، ماركو وسامح، سامح ده مؤسس الحركة، اتقبض عليهم في قصر النيل وبتهمة التبشير، لكن الموضوع كان وقتي وكان بسيط ما كانش كبير، وان هم خرجوا تقريبا في نفس اليوم وما حصلش اي مشاكل. انا اهو ماركو اللي كاتب على صفحته انا وسامح صبري محجوزين باسم قصر النيل، صلولنا لكن برضو هفضل احبك يا بلدي. بنحاول نثبت بنوع من انواع التعاليم الخاصه بالكتاب المقدس ان احنا بنحب الطرف الثاني وان احنا بنقدم محبه طول الوقت، لكن البعض بيتهم هذه القضيه او هذه الامور نوع من انواع التبشير، زي ما حصل قبل كده في اسكندريه
وان الاولاد لما كانوا بيوزعوا بلح وطمي ومعاه ايه من الكتاب المقدس قال لك دول بيبشروا، والولاد اتحبسوا فتره طويله جدا، ولاد كان عندهم 18 سنه اتحبسوا مده طويله لغايه ما طلعوا بالسلامه. وكان الفضل في ده استاذ حمدي الاسيوطي المسلم المحامي كان بيدافع عنهم، لان هم كانوا متهمين بتهمه ازدراء الاديان او التبشير، تهمه اسمها التبشير، مع ان المفروض الدستور المصري لا ينص على اي تهمه اسمها تهمه التبشير. في تهمتين مش موجودين عندنا، تهمه ازدراء الاديان وتهمه التبشير، ولكن القانون المصري وضع لهم قانون وعقوبات معينه. طيب الطالب جرجس في محافظه سوهاج، جرجس طبعا من الاسم باين جدا ان هو مسيحي، بيلعب او اثناء الامتحانات الخاصه في الشهاده الاعداديه، وكان بيتكلم مع واحد زميله، واحد زميله تاني مسلم دخل فقع عينه صف عينه على الاخر، وطبعا زميله تم تحويل القضيه للنيابه، والنيابه خرجت المتهم طبعا علشان هو المفروض حديث او قبل 18 سنه سن الحدث اللي هو قبل 18 سنه، اخلى سبيله من نيابه البليانه جنوب محافظه سوهاج، اخلاء سبيل الطالب المتهم بفقع عين زميله بامتحانات الشهاده الاعداديه، وهيكمل امتحاناته عادي جدا. هو ده الطالب جرجس اللي تم تصفيه عينه، فقع عينه بقلم. ده العنف اللي جوه المدارس على فكره، فتم اخلاء سبيل المتهم، والطالب جرجس بيطالب ان هو يمتحن او يكمل الامتحانات الخاصه بيه وهو موجود على سرير الفراش داخل المستشفى. ابراهيم عيسى كتب مقاله يعني جباره بصراحه، يعني بعد فيلم مولانا كتب مقاله: هذه الاجهزه لا تحترم القضاء ولا الدستور ولا يهمهم الا رضا سيدها الرئيس. مصر ان هو يعني يتحبس ابراهيم عيسى، ومصر ان هو يلقي القبض عليه زي اسلام البحيري ونظيره من الكثيرين اللي هم التنويريين. طيب وكتب مقاله ثانيه على فكره يتم صلب المسيح مره ثانيه، من المقالات المهمه اللي كتبها ابراهيم عيسى. كتب في هذه المقاله: هذه الاجهزه لا تحترم القضاء ولا الدستور ولا يهمها الا رضا سيدها الرئيس، مثاليون جدا وواهمون فعلا وطيبون للغايه، هؤلاء الذين ينتظرون من اجهزه الدوله أن تحترم حكم المحكمة الإدارية العليا القاطع بمصرية تيران وسنافير. فأجهزة الدولة أيها المثليون الطيبون الواهمون لا يهمها إطلاقا لا قضاء ولا دستور، ولا يفكر أي مسؤول في الأجهزة الأمنية في مؤسسات الحكم ولا الحكومة أصلا. بيقول لك كل أجهزة الدولة مهمة عندها حاجة واحدة بس، وهي إرضاء الرئيس. في شيخ سلفي طلع قال لك: طب يا جماعه احنا علاقتنا حلوه بالسعوديه، ما نديهم تيران وسنافير، لان مصر ليها املاك في حتت كتيره قوي زي قبرص مثلا، عندنا جزء من الجزر بتاعتنا في قبرص، فعادي بقى طالما العلاقه وديه بيننا وبين السعوديه فاديهم حته او اديهم الجزيرتين دول كادو، تيران وسنافير. هندي تيران وسنافير للسعوديه، ندي حته تانيه لقطر، ندي حته تالته لتركيا. السلفيين يا ريتهم، وهوريكم فيديو دلوقتي خيالي بصراحة. من الناس اللي تم إدراجها ضمن قوائم الإرهابيين أبو تريكة. أبو تريكة وذيع في الفترة السابقة إن هو يعني بيمد الإرهابيين وبيمدهم بالأموال علشان يكملوا مسيرتهم الشرعية، وكان ليه فيديو شهير جدا أيام مرسي إن هو قالك أنا بشجع مشروع النهضة وبدعو الناس كلها كشخصية عامة إني أنتوا يعني تختاروا رئيس مرسي ومشروع النهضة والشرعية والإسلامية هم اللي هيكملوا في البلد دي. ده الفيديو الشهير بيه، فتم إدراجه ضمن 1500 شخصية على القوائم الإرهابية وتم مصادرة أمواله. ناس كتيرة طلعت تدافع عن أبو تريكة، يعني من ضمنهم كمان نجيب ساويرس قال لك أنا عرضت عليه لما جاب جون للمنتخب لما كان بتلعب مصر مع المنتخب الأفريقي تقريبا، عرضت عليه 1,000,000 جنيه قال لك رفض وتبرع ليهم للجمعيات الخيرية. هذا ليس مقياس بس ده كان رأي السيد نجيب ساويرس. وكان ليه صورة شهيرة جدا
ان هو اتصور مع ام احد المتهمين بقتل شهداء كرداسة او الضباط في كرداسة، دي ام احد المتهمين في هذه القضية. فناس كتيرة قالت ان هو يدعم الارهابيين بشكل قوي جدا، وكان ليه تسريب مكالمة قريب جدا ان هو مع مسؤول قطري ان هو بيقول ايوة انا اخواني وطز في النظام ومش راجع مصر تاني، وشرف ليا اني اكمل حياتي في قطر. بمناسبة قطر، بمناسبة تركيا، طبعا تم تنصيب دونالد ترامب على الولايات المتحدة بشكل رسمي يوم 21 يناير خلال هذا الشهر، من يومين يعني يومين بالضبط، وان هو اعطى شروطه، ابتدى بقى يعني اعطى شروطه الى تركيا، قالت لك علشان تقيموا علاقات مع الولايات المتحدة الامريكية بيكلم مباشرة اردوغان، تطردوا جماعة الاخوان المسلمين. واردوغان رحب بهذا الكلام لان طبعا ما يقدرش يخسر امريكا. عبد الجليل محمد او سالم عبد الجليل، نشوف الفيديو. سالم عبد الجليل بيقول لك طبعا بيتم، طبعا عارفين ان في القرآن قال ان السيدة العذراء يعني افضل نساء العالمين، وان ربنا كرمها افضل سيدة في العالم، بس هو حاول يشابه بيها باكثر من سيدة في الاسلام، وده طبعا هو براحته. لكن الغريب بقى في الفيديو نسمعه دلوقتي مع حضراتكم. ولم يكمل من النساء الا اربع، مريم وبدأ بيها، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالنبي نفسه اللي حدد وحط لي مكانتها، فأنا ليه أختزل فضل مريم واصطفاء مريم على فقط جيلها وزمانها؟ لا، هي مصطفاة على نساء العالمين، ويشاركها في الفضل ده خديجة، يشاركها فاطمة، تشاركها آسيا امرأة فرعون، وماله؟ تشاركها عائشة، بتتكلم على أصابع يد واحدة، أصابع يد واحدة، أربعة يشاركنا مريم، وماله؟ ومريم تسبق، نعم، وستكون زوجة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وستسبق وستكون من أول من يدخل الجنة مع كبار النبيين، مش حتى مع النبيين، مع أسياد النبيين. السيدة العذراء مريم ستتزوج الرسول محمد في الآخر، يعني عاشت بتول طول عمرها لكن هتتجوز في الآخر، في الآخرة. يعني الفيديو ده من المفروض يعني يتم، ده الشيوخ نفسها أعابت على هذا الفيديو، إن السيدة العذراء مريم هتتجوز محمد في آخر الدنيا. ازدراء أديان واضح وصريح. يعني الفيديو ده يخلي حتى المسيحيين يصوروا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وايه اللي بيثبت مثلا، لو انت بتستند على اقاويل قرآنية، ايه اللي بيثبت في القرآن ان السيدة العذراء مريم هتتجوز الرسول في الآخرة؟ كلام لا يعقل، وكلام صعب، وكلام مستفز. في حاجات كتيرة قوي ملناش دعوة بيها، تعاليم قرآنية كل واحد حر في دينه، لكن تتعدى الحدود التانية وتتحدث عن السيدة العذراء مريم. ربنا كرمها وهي أفضل نساء العالمين، لا تقارن بأحد، هي تسبق الكل، عشان كده ربنا اختارها. لكن ازدراء اديان بشكل علني واضح في التلفزيونات امر غير مقبول. يعني اتمنى بقى المحامين بتوعنا، يعني دي دعوة رسمية، ده ازدراء دين، اتمنى نتحرك شوية تجاه هذا الفيديو. يعني انا ممكن يعني اجتهد شوية وابعته لبعض محامين افاضل متهمين بالشأن القبطي، هبعته وهم ليهم حرية التصرف، يا اما يقدموا بلاغ،
يا اما بقى نسكت بقى على الكلام ده، وكل اللي عنده فتوى، ده نوع من انواع الفتاوى الجديد، كل اللي عنده فتوى ممكن يطلع يقولها. طيب، اصابة 5 اشخاص في حريق بالقصر العيني وجامعة القاهرة تحقق في الحادث. طبعا يوم الاثنين نشب حريق في القسم الخاص في القصر العيني في القسم في كلية الطب قسم الأمراض النفسية والعصبية، وأسفر الحادث عن 5 إصابات وهناك حالات اختناق، ولكن نشكر ربنا ما فيش أي وفيات في هذا الحادث. ترامب طبعا حلف اليمين على الكتاب المقدس، وأن هو أولى اهتماماته بأن هو يقوم بعقاب الإرهابيين وبطرد كل الإرهابيين على رأسهم الإرهابيين اللي موجودين اللي نظموا ضده في الفترة اللي فاتت مظاهرات كثيرة. لو معانا الفيديو الخاص بحلف اليمين، والجميل في ترامب أول ما حلف اليمين مباشرة يعني عانق أولاده وزوجته. نشوف مع حضراتكم الحفل الخاص بتنصيب الرئيس ترامب. The Chief Justice of the United States, John G. Roberts Jr., who will administer the presidential oath of office. Everyone, please stand. John G. Roberts Jr., who will administer the presidential oath of office. Everyone, please stand. حلف اليمين تفضل. تفضل بالوقوف. كبير قضاة المحكمة العليا سيشرف على أداء هذا القسم. الرجاء ارفع يدك اليمنى وكرر بعدي. أنا دونالد ترامب أقسم أنني سوف أقوم وبكل إخلاص بتنفيذ واجبات مكتب رئيس الولايات المتحدة، وسوف أقوم حسب أفضل قدراتي بالحفاظ على وحماية والدفاع عن دستور الولايات المتحدة. أرجو من الرب أن يساعدني. تهنئة سيدي الرئيس. بنأمل كلنا خير في الرئاسة الأمريكية الجديدة على رأسها طبعا دونالد ترامب، رجل اقتصادي من الدرجة الأولى. ويعني خلاص أوباما ترك البيت الأبيض، وأولى قرارات دونالد ترامب هو إلغاء الشيء الخاص أو التأمين الخاص بأوباما كير، لأن أوباما كير كان عامل حاجة تأمين كده علاج بيدفع ليه مبالغ معينة إجبار على بعض المواطنين. ده يعني على حد ما أفهم إن إيه أوباما كير. أوكي، معنا سيادة المستشار حمادة عمار مؤسس حركة مواطنين ضد التمييز. مساء الخير سيادة المستشار. مساء النور عليك وعلى مشاهدينك وعلى مريدينك وعلى منسوب القناة على مستوى مصر والعالم. أشكرك يا فندم. سيادة المستشار، القضية الخاصة ب سميحة شكري، صح اسمها سميحة؟ سميرة شكري. سميرة شكري. القضية الخاصة بسميرة شكري، حضرتك تقدمت ببلاغ في هذه القضية، احكي لنا الحادث من بدايته. والله انا الحادث يعني كما نما الى علمي ومن الناس اللي بتدين المكتب من اقاربها ومن المعلومات اللي معها لحركة مواطنون ضد التمييز، ان سميرة يعني تركت بيتها من فترة بإعاز من آخرين. الآخرين دول تعلمهم الدولة ومعروفين مسبقا وما اتخذوش ضدهم الإجراءات الكافية المناسبة. يعني يعني كان في أكتر من شكوى من الأهالي ان دول بيقوموا مثلا بأسلمة الفتيات او بيقوموا بخطف الفتيات. لا، هو عملية الاختطاف لغرض تحويل العقيدة ده منقسم الى قسمين، في قسم خاص بالقاصرات القبطيات، وفي قسم خاص بالستات الكبار يعني البالغات
اللي هم اللي تعدوا السن وعندهم أطفال ومتزوجات وحياتهم مستقرة وشبه طبيعية. تمام. ده بيبقى التأثير عليهم بيكون ده طبعا دي أعمال عصابية إجرامية شبه منظمة، وهدفها توريط القرار أو توريط الست الكبيرة من خلال الاستغلال العاطفي يعني. آه، وبرضو القاصرات بيتم بنفس المنهج جلسات المستشار. هو كله هي كلها حوادث مريرة الحقيقة، وحوادث ممنهجة وحوادث متكررة بتحصل ضد الأقباط شركاء الوطن والمصير، وبخاصة في محافظة المنيا وصمالوط تحديدا، طبعا لأن طبعا. دي معاقل للفتنة الطائفية ومصدر لتصدير الإرهاب للعالم كله. تمام. هل يعني هل القضية هيكون إيه الإجراءات القانونية في الفترة اللي جاية؟ يعني الأهالي سميرة يعني تحدثوا إن مشيخة الأزهر لم تفيد بإدراج اسمها ضمن اللي هم أشهروا إسلامهم، إيه الإجراءات القانونية يا فندم؟ والله هم الأهالي راحوا بنفسهم لمشيخة الأزهر وقابلوا رئيس مباحث صمالوط واتكلموا مع السلطات، ولكن دون جدوى يعني. دون جدوى. ولكن في حالات في حالات أخرى بدأت تعمل نوع من أنواع التصعيد ولكن والتدويل. وطبعا الكلام ده مش في مصلحة البلد يعني، ومش مش في مصلحة الوطن إن احنا نعمل حاجة زي كده. تدويل القضايا. هدف المتطرفين تشويه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوقيعة بينه وبين أقباط مصر، خاصة بعد وقوفهم في 30/6 وبعد طبعا. وقوفهم في الانتخابات. بس ذات المستشار ان هم يعني لم يجدوا حلول من مصر نفسها، فاضطروا الى تدوير القضايا، ولا وجهة نظرك ايه؟ هم كانوا في مرحلة من المراحل هيضطروا لتدوير القضية، الا ان احنا تدخلنا مع الاهالي وتدخلنا مع المهتمين بالقضايا والمحامين، ده كان لهم ترقوا على اساس ان احنا بنتوسط بينهم وما بين الدولة وما بين وزير الداخلية وما بين الحاكم، ان هم ياخدوا خطوات والجهات السيادية تبدأ تاخد خطوات اللي بيها اللي الناس دي ترجع لاهاليها ويشوفوا البنوك الإجرامية دي ويقضوا عليها. الحاجات دي مش عايزة تجريم قانوني بس، ده عايزة نوع من أنواع الاعتقالات كمان. يا ريت. أشكرك جدا سيادة المستشار حماد عمار مؤسس حركة مواطنين ضد التمييز. يعني الناس بتضطر طالما القضاء المصري ما رجعش بناتهم أو ده سيدات تاركين ولادهم، يعني شوفوا بتوصل لمرحلة إيه، إن هما بيسيبوا ولادهم وبيمشوا. القاصرات اللي تحت 18 سنة بتسيب بيت أهلها وبتمشي. الناس بتضطر ان هي عايزه تفكر في حاجه اسمها تدويل القضيه، واقفه للفتيات اللي هم بيتم اختطافهم او حتى لم يتم اختطافهم، واقفه جلسات النصح والارشاد اللي كانت موجوده واتمنعت من وقت وفاء قسطنطين، قالوا لنا هنرجع وفاء قسطنطين بس نلغي جلسات النصح والارشاد، وخدوا مئات بقى بعد وفاء قسطنطين او الاف من وقت وفاء قسطنطين لغايه دلوقتي. جلسات النصح والإرشاد كتير طالب برجوعها ولكن دون جدوى من الحكومة المصرية. طبعا مع كتر التزاحم والمشاكل اللي احنا بنمر بيها انسوا بقى جلسات النصح والإرشاد. طيب طبعا أولى قرارات أوباما ان هو هيتم يعني اللحاق بالإرهابيين اللي موجودين في أمريكا وعلى مستوى العالم، ووعد ان هو هيساند الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساندته ضد الإرهاب. كمان يعني معانا ليندا صرصور اسمها كده، فلسطينيه امريكيه شاركت في تنظيم المظاهرات النسائيه ضد ترامب، دي من جماعه الاخوان المسلمين يا جماعه، واللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه وبتتظاهر ضد الرئيس الامريكي، يعني هي بتنعم وعايشه في خير البلد ومع ذلك بتتحدث عن دونالد ترامب وان هي مش عاجبها ان هو موجود على رأس الولايات المتحدة
الأمريكية. أيضا ترامب من قراراته اللي تم اتخاذها فور تنصيبه تنصيب وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس وكذا وزير الداخلية جون كيري أو جون كيلي عشان في جون كيري تاني. أنا بشكر حضراتكم جدا على المتابعة وأتمنى أن احنا نكون لمينا كل الأحداث اللي حصلت في بلدنا الحبيبة مصر. كل سنة وانتم طيبين. ذكرى الأربعين لولادنا وحبايبنا شهداء البطرسية، الذكرى رقم 6 لأحداث 25 يناير، وأعتقد 25 يناير هيمر مرور الكرام زيه زي أيام تانية كتير، بس نكون مستمرين في تأمين المنشآت الحيوية وتأمين الكنائس المصرية. بشكر حضراتكم، إلى اللقاء. أم الدنيا اللي بتجمعنا، مصر اللي وجعها بيوجعنا، اللي ناسمها يرد الروح، اتخنقت ما بقتش تسعنا. أم الناس اللي بتسرقها، رب الناس كبرت حرقها، صبرة وبتدور على طوق تربي من اللي مغرقها. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى الطريق للفرحة وطريق الخلاص.